نطير سريعا على استاد اسماعيليه مع زميلنا شريف عادل. شريف، مساء الخير. مساء الخير عليك يا كريم من داخل استاد الاسماعيليه، واليوم الختامي للمباريات البطوله الافريقيه في استاد الاسماعيليه بمواجهه غانا وتونس اللي تقام في تمام الساعه 9 مساء. يمكن اجواء نظاميه جميله جدا يا كريم، يمكن زي ما انت بتقول لسه البطوله ما خلصتش. هو شعار رفعته محافظه الاسماعيليه، يعني برغم طبعا خروج منتخبنا المصري الا ان العمل بيجري على قدم وساق داخل المحافظه، يمكن بشكل مكثف واكثر كمان من الفترات اللي فاتت، من اجل استكمال المسيره الناجحه الخاصه بالبطوله الافريقيه. يمكن النهارده مباراه منتخب تونس وغانا منتظر ان شاء الله انها تشهد حضور جماهيري جيد، سواء من الجماهير المصريه لان في حرص كبير هنا من الجماهير المصريه في محافظه الاسماعيليه على التواجد في هذه المباراه الهامه، وايضا الجاليات سواء الجاليه الخاصه بالمنتخب التونسي او المنتخب الغاني، الكل حريص على التواجد في هذا اللقاء الختامي. لكن خليني برضو يا كريم اقول لك ان مع نهايه المباراه مش هتكون اجواء البطوله خلصت هنا في الاسماعيليه، لا اطلاقا. المباريات بالشكل الرسمي هتكون انتهت، ولكن في بعض البعثات عايز اقول لك ان حتى الان جماهير منتخب بنين متواجده في الاسماعيليه. منتخب بنين زي ما احنا عارفين صعد بالتاكيد لدور الثمانيه وعنده مواجهه مع السنغال، الجماهير بنين مستمتعه بالتواجد هنا في الاسماعيليه، فبتحضر المباريات، بتسافر يوم المباراه وبترجع تاني للاسماعيليه. حتى على مستوى ايضا المسؤولين للمنتخب الغاني اخدين قرار في حاله الاستمرار في البطوله والبقاء، هيكون ايضا مسؤولي الاتحاد الغاني متواجدين في الاسماعيليه. منتخب غانا كان بيسعى ان هو يستمر لو صعد في الاسماعيليه ويسافر قبل المباراه بتاعته في القاهره في يوم، ولكن في النهايه لوائح الاتحاد الافريقي فهيكون سفره غدا. وحتى كمان منتخب غانا لو خرج من البطوله النهارده على ايد المنتخب التونسي، اخدين برضو قرار ان هم يكملوا في اسماعيليه يومين او ثلاث ايام يستمتعوا بكل الاجواء دي. اكيد بتدل على مدى المتعه اللي البعثات شافتها في مختلف محافظات مصر، وبكلمك هنا من الاسماعيليه بقى، من جولات بحريه وحاجات جميله جدا حصلت على مدار الايام اللي فاتت. ما يخص بقى النواحي الفنيه للمباراه، امبارح كان في مؤتمرات صحفيه، كل مدير فني اتكلم على اهميه اللقاء. منتخب غانا اتكلم المدير الفني ان هو قد ايه كان سعيد ان فريق ان منتخب غانا قدر ان هو يتصدر المجموعه، وبالتالي قال تواجدي واستمراريتي في التواجد في نفس المكان اللي انا بدات منه البطوله ده يديني نوع من طبعا الايجابيه عن منتخب تونس اللي هو وصل الاسماعيليه قادما من السويس بعد ان احتل المركز الثالث في مجموعته. هيكون في النهارده السفير التونسي موجود، وايضا السفير الغاني حريص على التواجد في هذه المباراه، وايضا كل المسؤولين داخل المحافظه من اجل ان شاء الله انه يكون الختام بشكل مشرف للغايه داخل المحافظه زي ما قلت لك على مستوى المباريات، ولكن لسه مكملين على مدار فعاليات البطوله من اجواء جماهير افريقيه وبعثات متواجده في محافظه الاسماعيليه. والان العوده ليك يا كريم، تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف عادل، وكل الشكر لشبكه مراسلين تايم سبورتس في كل مكان.